مساء الحب، مساء السعادة، مساء الكفاح اللي دايما عنوان النجاح. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة كفاح. حلقتنا النهاردة مميزة مختلفة، معانا تقرير هنطلع نشوفه ونرجع لكم تاني، ابقوا معنا. اعرف عليكي نشوى ناجي من بني سويف، شرق النيل الحمراء، محافظه بني سويف، تبع بياض العرب. انا بناشد سياده الرئيس يعني يقف جنبي انا وعيالي. انا عايز اعلم عيالي تعليم كويس. انا عيالي كلهم اطفال صغيرين، وانا جوزي عنده اعاقه في عينه ما بيشوفش دلوقتي، كان بيشتغل ودلوقتي ما بيشتغلش، كان نجار ودلوقتي ما فيش ما يقدرش يشتغل عشان عينيه. وانا دلوقتي انا اللي بساعد، يعني انا بصرف على 5 عيال وايجار وميه ونور واكل وشرب ومصاريف مدارس. انا معايا 5 اولاد كلهم اطفال صغيرين. جوزك كان شغال ايه؟ كان نجار. وايه اللي حصل له؟ هو عنده شبكيه ضعيفه في عينه، ففي عينه فصلت خالص، يعني ما بقاش يشوف، يعني هو فقد بصر وقاعد في البيت. فما فيش دلوقتي، ما فيش دخل، انا بس اللي بدخل دخل، يعني انا لوحدي بس اللي بشتغل. فهكفي ايه ولا ايه ولا ايه؟ مصاريف والايجار دلوقتي حتى غالي، يعني ما فيش، يعني لو احنا قاعدين في ملك ما فيش مشكله، بس دلوقتي انا قاعده في ايجار وميه ونور وغاز، وكل ده حمل عليا، واكل وشرب ومصاريف مدارس. وانا عندي سندس في 5 ابتدائي يعني 12 سنه، نوران 11، روان 6 7 سنين داخله اولى ابتدائي لسه السنه دي، وهاجر 5 سنين، محمد 2 سنين. ربنا يخليك. اربع بنات ومحمد، ما فيش غيره، وكلهم اطفال. يعني انا ما عنديش مثلا حتى عيله شغاله في مصنع، ولا عيله شغاله في حته، ولا ولد بيساعدني، ولا بيشتغل شغلانه ولا بتاع ولا صنعه، ما عنديش. يعني انا لوحدي اللي شايله البيت كله، وانا عايزه اعلمهم اوصل بيهم لبر الامان علشان ما يتلطموش. الشهاده برضو كويسه، وما يطلعوش مثلا لا بتوع مخدرات، ولا واحده تمشي كده ولا واحده تمشي كده، ويبقوا شباب كويسين ينفعوا البلد وصالحين. بس يعني انا عايزه حد يعني معايا، يشيل معايا شويه من مع عيالي. انا ما بتاخدوش معاش؟ كنا بناخد تكافل وكرامه وقطعنا. اتقطع ليه؟ قالوا لي ان انتوا عندكم املاك ومشاريع، هو ظهر كده على الجهاز. طب ما حاولتيش تعملي تظلم ليه؟ والله انا ما يعني حته التظلم دي ما كل اللي فيها واقفه، وناس كتير عملت تظلم واقفه، يعني هم عملوا برضو واقف، يعني ما اشتغلتش. فكنا 445 جنيه كانوا يعني كنا بنكمل عليهم للايجار، بنكمل عليهم لحاجه بتاع، بنقول بيساعدوا، يعني كانوا بينفعوا، كانوا بيساعدوا احسن من ما فيش. بس دلوقتي ما فيش حاجه خالص، ما فيش دخل، انا بس اللي بشتغل، ويوم فيه وعشرة ما فيش. يعني انت طلعت يوم بقعد قصاده اسبوعين. انت عارفه برضو يا استاذه شغل الشتاء وشغل الصيف برضو اللي بيبقى موظفين مسافرين هنا ولا هنا ولا بتاع، ما فيش شغل. انت طلعت يوم هنا ب 100 جنيه ولا يوم هنا ب 150 ولا بتاع، او لو كفى اكل وشرب. والحياه غاليه والعيشه بقت غاليه، وما فيش، يعني الحمد لله رب العالمين. انا بس لوحدي اللي شايله كل ده، عايزه حد يشيل معايا، يعني يساعد معايا في تعليم عيالي عشان اوصل بيهم لبر الامان، يبقوا كويسين وصالحين للبلد. ما فيش واحده تمشي كده، ولا واحد يمشي كده، ولا شاب يمشي في يبيع مخدرات، ولا يبلطج على الناس عشان يلاقي ياكل ويشرب. ما كل ده منين؟ عشان ما فيش تعليم. يعني لو بصيت هتلاقي ان معظم البلطجيه كلهم اساسا هم مش متعلمين. ده غلط ان ما فيش حد بيعلم. لو هو علم، لو اهله علموه وصلوا بيه لبر الامان، عمره ما يقف يبلطج على حد، ولا يبيع مخدرات، ولا ده، ولا يعمل الغلط ده كله. انا عايزه حد يساعدني، وبناشد سياده الرئيس ومحافظ بني سويف يعني يقفوا جنبي، ويقفوا جنب عيالي. انا عايزه اوصل بيهم لبر الامان، انا عايزاهم يكونوا كويسين، مش عايزاهم يبقوا يعني يمشوا كده ولا كده، ولا يروحوا يمين ولا شمال، يوصلوا معايا بيهم لبر الامان. انا عايزه اعلم عيالي، عايزه اعلمهم كلهم تعليم كويس. بس انا عايزه عيالي يتعلموا ويبقوا كويسين، ويبقى معاهم شهادات، مش عايزاهم يتلطموا ويتبهدلوا، ولا يمشوا في سكه غلط، ولا يروحوا كده ولا كده. فبناشد كل اللي يقدر يساعدني من اهل الخير المقتدر،
رجل اعمال، سيده اعمال، انا معايا 5 اطفال كلهم اطفال، مفيش حد فيهم كبير يساعدني لوجه الله، يعني يعتبر ان ده عيل من عياله، بنته، بنت اخته، اخوه، اخته، يعتبرني انا اخته ويساعدني في عيالي. بس انا مش عايزه لا اكل ولا شرب، مش عايزه حد يديني رز ولا مكرونه ولا يديني اكل ولا شرب، انا عايزه اعلم عيالي. وانا قاعده في ايجار، انا مش قاعده في تمليك، يعني يا ريت سياده المحافظ يتكرم ويشوف لنا شقه نقعد فيها انا وعيالي، لان الايجارات غاليه علينا وما بنقدرش ندفع ايجارات. انا بناشد كل اللي يقدر يساعدني، وربنا يقدر الناس على فعل الخير يا رب. رجعنا لكم تاني، وبرحب بالساده المشاهدين مره اخرى. الست ام محمد ست مصريه بسيطه تعبانه في عيشتها ومحتاجه مساعده، بس بتقول ايه بقى؟ انا مش عايزه رز ومش عايزه مكرونه، انا عايزه اعلم ولادي، انا عايزه ولادي يطلعوا حد كويس، حد صالح للمجتمع. انا مش عايزه بنتي مثلا تمشي غلط لا قدر الله، انا مش عايزه ابني يتجه مثلا او ينحرف يشرب مخدرات او يتجه مثلا يروح يبقى حرامي او يسرق، لا هي عايزه تعلمهم بس وعايزه سكن. بتناشد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتناشد محافظ بني سويف، بتناشد اي حد ممكن يساعدها، اي حد، اي جمعيه ممكن تساعدها، اي رجل اعمال، اي سيده مجتمع، اي حد قادر يساعدها يساعدها. هي مش عايزه حاجه غير ان مكان تقعد فيه، وعايزه تعلم ولادها، وعايزه الخمسه يطلعوا صالحين بيحبوا بلدهم وصالحين في المجتمع، يفيدوا المجتمع ما يضروهش. انا بحييها من مكاني، وبقول لها ان شاء الله من خلال برنامجنا الحياه كفايه نقدر نساعدك. و معانا طبعا المره اللي فاتت كان معانا كابتن هشام خالد وشهرته هشام امين، ده كان بطل الجمهوريه في رياضه الجري، وهو من ذوي القدرات الخاصه او ذوي الهمم. وكان معانا برضو الست ام سيد اللي هي كانت برضو بتطالب بمعاش ليها وهي وجوزها او مشروع، وبرضو بمكان تقعد فيه، قاعده مع اخوها، هي 55 سنه وجوزها 65 سنه. فدلوقتي احنا معانا مداخله، استاذ سيد سعد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك وبكل الساده مشاهدي برنامج ساعتك الكريم. استاذ سيد سعد مدير اداره شؤون الاعاقه بديوان عام محافظه بني سويف، انا بشكره جدا 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 للتواصل مع البرنامج والتواصل معايا انا شخصيا، استجابه للحلقه اللي فاتت. أنا وسهلا بحضرتك وأنا بشكرك جدا. ربنا يبارك فيك يا فندم، شرف لينا إن احنا نكون مع حضرتك. ربنا يعزك يا رب. كان معانا كابتن هشام أمين، هو شروطه هشام أمين بس هو اسمه هشام خالد محمد، بطل الجمهورية في رياضة الجري ومن ذوي الهمم. طبعاً يعني. وكان ليه طلبات كتيرة، وكان من ضمن الطلبات دي إن هو في شقة المحافظة عاطيها له، بس هو عايز يبقى معاه على طول، يعني عايز اللي يبقى معاه عقد مفتوح، هو دلوقتي قاعد فيها مؤقت وخايف لو ما اتجوزتش مثلا الشقه تتسحب منه، فكنا عايزين رد حضرتك. هي المحافظه لما ادت له الشقه كانت عارفه ان هو ما اتجوزش. تمام، واخد الشقه من 2015. ده على حد كلامه، يعني على حد كلامه. لا حضرتك، هي الشقه دي شقه في الاسر الاولى بالرعايه، ودي كان المستشار محمد سليم محافظ بني سويف الاسبق اداها له، كان هو واخته تقريبا. تمام، والتقديم كان من خلالنا هنا في شؤون الاعاقه في المحافظه، وهو مستمر فيها لحد النهارده، يعني مفيش مشكله ومحدش كلمه. طب التخوف اللي عنده ده ان ممكن تتسحب منه مثلا؟ والله ما يتخوف، ما تخوف مش مبرر يعني. يعني التخوف هو بس اللي يسال عنه، لكن احنا عمرنا ما هنمشي شخص معاق من بيت هو قاعد فيه. اكيد اكيد. هو يمشي منه لما يكون مش قاعد فيه ومأجره لحد تاني من الباطن. تمام؟ او ارتكب فيه يعني ايه مخالفه من ضمن المخالفات المحظوره في العقد.
ان هو ملوش صلاحيه هو يقعد فيها بس، لكن ملوش صلاحيه ان هو ياجر الشقه لا ياجرها يعني. ولا يتملكها ولا يملكها لاي حد تاني. طب هو يمكن سمعنا دلوقتي فخلاص يا كابتن هشام، التخوف اللي عندك ملوش اساس خلاص، واستاذ سعد استاذ سيد سعد بيطمنا اهو، وهو هشام بيطمنك بيتردد علينا واحنا عارفينه وهو عارفنا. اكيد اكيد. شكرا لحضرتك، وانا بشكر حضرتك جدا على الاستجابه وعلى التواصل. وبالنسبه للاستاذه اللي حضرتك عرضتي مشكلتها، لو في حد من عندها بس يتواصل معانا. الحاجه مسيد. احنا ان شاء الله نشوف لها المشكله مع الوحده المحليه ومع مديريه التضامن الاجتماعي ان شاء الله، واللي فيه الخير يقدمه ربنا باذن الله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا باسم كابتن هشام وباسم الحاجه مسيد وباسمي انا شخصيا وباسم البرنامج الحياه كفاح، شكرا لحضرتك جدا على التواصل وعلى الاستجابه والاهتمام. النهارده يمكن الحلقه خاصه جدا زي ما قلت لكم في اول الحلقه، قلت ان هي حلقه مختلفه، حلقه مميزه. يمكن النهارده حضرتكم ملاحظين من اول الحلقه انا مش معايا ضيوف، لان قررت النهارده ابقى انا والشعب المصري. حب الوطن دي حاجه اكيد مش عايزه تعليم، يعني مش عايزه اقول لك حب بلدك، اللي احنا اصلا بنتولد بالفطره بنحب بلدنا. حتى اللي بيموت علشان خاطر بلده بيبقى شهيد ويبقى جزاه الجنه. شايفه حاجات كتيره قوي، حاجات سلبيه، قنوات بيدفع لها كتير ملايين الدولارات علشان تبوظ عقولنا، عشان تلعب لنا في فكرنا. انا عايزه اقول لكل الناس اللي بتجيب القنوات دي، حرام عليكم. يعني انت وانت قاعد مثلا جايب اي قناه من قنوات الاخوان الارهابيه وابنك قاعد جنبك، حرام. لو انت مغيب، لو انت خلاص ما عندكش وعي، حرام الطفل اللي طالع ده او البنت اللي طالعه الصغيره دي، حرام تسمع وتشوف اللي انت بتشوفه. القنوات دي ماجوره، القنوات دي فلوسهم اصلا كلها رايحه لهم علشان خاطر يلعبوا في عقلنا. للحظه لو وقفنا مع نفسنا لحظه وفكرنا، القنوات دي اشمعنا مصر؟ يعني اشمعنا قناه واثنين وثلاثه واربعه وعشره؟ فلوس كتيره جدا، انا قلت في الاول ملايين الدولارات بتدفع لهم عشان يلعبوا في الفكر بتاع المصريين، عشان ينالوا من عزيمتنا. معانا استاذه احسان ابو زيد. الو، ايوه استاذه احسان ابو زيد، ازي حضرتك؟ وكيل وزاره التضامن ببني سويف. ايوه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك في برنامج الحياه كفاح. حضرتك تواصلتي معانا وانا بشكر حضرتك جدا للتواصل والاستجابه. الله يخليك. وده يعني اللي احنا متعودينه من المسؤولين، يعني الله يكرمك يا رب. بجد، بالذات مسؤولين بني سويف، انا ليا في تحيز لمحافظه بني سويف عشان انا من بني سويف. بس فعلا ما بنعرضش حاجه غير لما يكون ليها استجابه. الحمد لله الحمد لله. استاذه احسان نورتيني في الحياه كفاح الاول. ربنا يخليك، نور بيكم. ربنا يبارك في حضرتك. وكان معانا برضو الكابتن هشام امين، اللي هو كابتن هشام خالد. وكان معانا الحاجه مسيب، حضرتك الحلقه بتاع الماضيه من برنامج الحياه كفاح. ايوه. فحضرتك بقى ممكن تقدمي لنا ايه؟ حضرتك اتواصلتي معايا وتواصلتي مع البرنامج واستجابه حضرتك بقى للحاجه مسيد والكابتن هشام. هم تقريبا محتاجين الدعم النقدي من التضامن. الو، ولا محتاجين خدمات ايه بالظبط؟ هي الحاجه مسيد 55 سنه وجوزها 65 سنه، زي حضرتك ما شفتي الحلقه كده. ايوه. وكانت بتطالب كانت بتطالب بمكان تقعد فيه، معاش او مشروع. يعني ممكن نقدم لها ايه مثلا من خلال حضراتكم في وزاره التضامن؟ بالنسبه للمعاش، الزوجة عند 65 سنة، عندنا فيها شيخوخة فياخد كرامة. تمام. بالنسبة للزوجة لو هي عايزة تعمل مشروع، وهي اللي تحدد نوع المشروع عشان تبقى قايمة على ان هو المشروع ينجح، ما عندناش أي مشكلة. تشوفي المشروع اللي هي عندها عشان تشتغل بيه. يعني هي دلوقتي ممكن هتتواصل مع حضرتك؟ أيوة. تشوف هي المشروع اللي يناسبها ايه وتعمله، وحضرتك هتساعديها. يقولي المديرية أنا موجودة في أي وقت. تمام. إن شاء الله يعني هنقدم كل الخدمات. ربنا يبارك في حضرتك.
لا تحت امرك، تحت الف امرك شكر يا استاذه احسان. بشكر استاذه احسان ابو زيد وكيل وزاره التضامن ببني سويف على الاستجابه وعلى الرد السريع وعلى حل المشكله بسرعه بالحاجه مسيد، كانت معانا الحلقه اللي فاتت. اكمل كلامي، موضوع الحلقه النهارده حب الوطن، وقلت في الاول ان احنا مش بنتعلمه، احنا بنتولد بنحب بلدنا، ولما بنموت عشان خاطر بلدنا بنخش الجنه، بنبقى شهداء عند ربنا. كنت بتكلم على قنوات الاخوان اللي هي ما وراهاش حاجه غير مصر، ليه السؤال؟ ليه ما وراكيش حاجه غيرنا؟ ليه؟ انا عايز اعرف ليه كل مصر دلوقتي مستقره، مصر دلوقتي بتتبني، ليه عايزين كده؟ يعني ليه عايزين تهدونا؟ انا بدعو كل المصريين داخل مصر وخارج مصر، بلاش قنوات الاخوان، بلاش نجيبها، بلاش اي دعوه على الفيس كده، احنا مش عارفين اصلا مين اللي قايلها، كل الاكونتات اصلا وهميه، الواحد بيبقى عامل اكونت واتنين وميه عشان مثلا يطلع مبادره ولا يطلع حركه ولا يطلع اسم ولا اي حاجه. انا عايزه يا جماعه نفكر، عايزه نقف لحظه. انا جايبه العلم ده النهارده مش جايباه كده وخلاص، انا بحب طبعا العلم، العلم ده رمز البلد، العلم ده انا جايباه النهارده علشان خاطر اقول لكم يا ريت كل مصري فينا وكل كل ست مصريه اصيله تجيب علم زي ده وتعلقه في اعلى حته في بيتها، في اعلى حته في البيت علق العلم، وعرف الولاد والاطفال اللي عندك في البيت ان ده رمز البلد، ما ينفعش البلد دي تقع على الارض، ما ينفعش البلد العلم ده يتحرق مثلا لا قدر الله، ما ينفعش، ده رمز البلد. علموا ولادكم يحبوا بلدهم، علموا ولادكم من صغرهم محدش يلعب لهم في دماغهم الا مصر. اقولها تاني، الا مصر. التاريخ شاهد على الشعب المصري العظيم، محدش قدر يهدنا، محدش قدر ينال من عزيمتنا، محدش قدر يقل من وطنيتنا، محدش عرف يعمل كده. احنا كل ما بنقع بنقوم، كل ما بيجي لنا مثلا دروب وبنقع في الارض، لا احنا بنقوم تاني عشان احنا شعب اصيل، شعب عظيم، شعب كريم. ما نسمحش لاي حد ان يعيب في بلدنا، ما نسمحش لاي حد ان يهدد استقرارنا. ارجع تاني واقول لكم يا ريت يا ريت نفكر لحظه واحده، ايه القنوات دي مستهدفه مصر بس ليه؟ يعني ليه الشرق ومكملين وغيرهم؟ القنوات دي ما وراهمش حاجه غير مصر ليه؟ ده احنا حتى لو عملنا تقرير في الاعلام او في الصحافه عشان نساعد حد، التقرير بيتاخد بشكل تاني خالص. التقرير بيتاخد ان مصر وحشه. لا، هي مصر مش وحشه، ولا عمر مصر هتبقى وحشه، ومش انت اللي تيجي تقول لي بلدك وحشه. انا اكيد عارفه ان بلدي حلوه، البلد زي الام. انا ما بحبش امي عشان هي ملكه جمال الكون، ولا هكرهها عشان هي حد وحش، انا كده كده بحب امي كده كده، يعني الام كل حاجه، قلتها قبل كده وبقولها تاني، الام كل حاجه. فبلدك بقى بلدك زي امك. عايزه اقول لكم ما ينفعش حد يلعب لنا في دماغنا، ما ينفعش حد يشككك في بلدك، في وطنيتك، ينال من عزيمتك، ما تخليش حد يستقطبك. رسالة مني لكل المصريين، شباب ورجال ونساء وأطفال وبنات، ما تخليش حد ياخدك في حتة وحشة، ياخدك في حتة ما تعرفش ترجع منها تاني، يخليك تسخط على بلدك اللي انت مولود فيها ومتربي فيها وبتتعلم فيها او اتعلمت وخلصت. ما تخليش حد ينال من عزيمتك، ما تخليش حد ينال من وطنيتك. اتمنى ان كل المصريين يسمعوا كلامي النهارده ويقفوا لحظه مع نفسهم ويفكروا ليه. مش عايز امنكم اكتر من كده النهارده، ليه الاستهداف ده لمصر؟ ليه؟ تحيا مصر رغم كل خائن وعميل، تحيا مصر رغم كل الحاقدين، تحيا مصر على مدى الدهر، تحيا مصر. حفظ الله مصرنا الغالية،
رئيسا وشعبا وجيشا وشرطه. للاسف وقت حلقتنا خلص، اوعدكم باللقاء ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الحياه كفاح. سلام عليكم.